شريط العطسه هو شريط كوميدي كيحكي على واحد موظف في التعليم، واحد الاستاذ اللي كيكون عنده واحد الحفل ديال التكريم ديالو. في داك اثناء داك الحفل كيوقع ليه واحد البيت انسيدون مع واحد المسؤول كبير، وداك الانسيدون هو كيتخلع كيسحب واش يتفهم مقصود ولا عن قصد دار وعن قصد الوغ هو غير عارض وقع وصافي. من بعد كيخلق ليه هذاك مشكل في اليومي ديالو في الحياه ديالو واحد فتره معينه، وكيبدا كيعيش واحد الاضطراب واحد الارتباك واحد التخوف واحد يعني حتى كيوصل لواحد الدرجه ديال كيتسكن بداك المشكل، وكيعيش واحد الفتره تري موفمونتي كي تيقولوا يعني مشغول بزاف حتى كيوصل به الهلوسات وهذا. كل شيء هادشي في واحد القالب كوميدي خفيف. تويا علوي اولا حيت دائما كنعاود نفس الجواب، تويا علوي ممثله كبيره، ممثله متميزه بغض النظر على القرابه العائليه ولا شي حاجه، ممثله مهنيه كتشتغل باحترافيه وكتادي الادوار ديالها بشكل جيد جدا، وكتغني الادوار ديالها وكتضيف لهم ومحبوبه عند الجمهور. اذا لماذا غادي ما نديرش؟ حيت حنا علاقه زوجيه غادي نعاقبوا بعضياتنا، ما يمكنش. والدور يناسبها، ماشي شي دور اللي ماشي مناسب ليها ولا شي حاجه. اذا هذا الشيء علاش الجمهور كنشكروا على المسانده ديالو، لان الحمد لله من خلال جميع الاعمال اللي درت سواء التلفزيون او في السينما كانت ردود الجمهور ردود فعل جد جيده. والحمد لله دابا مع مواقع التواصل الاجتماعي اللي ولات، ولينا كنقدروا نتواصلوا مباشره مع الجمهور ديالنا ونشوفوا ردود الافعال ديالو. كنشكروا جدا على الاهتمام ديالو بالاعمال اللي كان نشتغلوا عليها، وكنشكروا على التجاوب ديالو والتفاعل ديالو مع الاعمال. وحنا منفتحين على جميع الانتقادات البناءة او الملاحظات بطبيعه الحال، وحنا كنشتغلوا اولا واخيرا للجمهور.